يستعد منتخب مصر لخوض مباراته الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب الرأس الأخضر في 10 مساء الغد. ويسعى منتخبنا الوطني إلى الفوز بالمباراة وحصد 3 نقاط لضمان التأهل إلى الدور التالي من البطولة وعدم الدخول في حسابات معقدة. كما يملك منتخب مصر 2 نقطة في رصيده ويحتاج إلى الفوز في الجولة الختامية أمام منتخب الرأس الأخضر لضمان التأهل إلى الدور التالي الإقصائي. خطف منتخب الجزائر تعادلا قاتلا من نظيره بوركينا فاسو بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار والمستمرة حتى 11 فبراير القادم. يملك المنتخب الجزائري 2 نقطة في رصيده حيث تعادل في الجولة الأولى أمام أنغولا بهدف لكل منهما. حسم التعادل الإيجابي المواجهة بين منتخبي تونس ومالي بهدف لكل منهما خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب أمادو كوليبالي مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة 5 ببطولة كأس الأمم الأفريقية. بهذه النتيجة يملك منتخب تونس 1 نقطة في رصيده عقب خسارته في الجولة الأولى أمام ناميبيا بهدف من دون رد. حسم التعادل الإيجابي المواجهة الكروية بين منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة 5 بالنسخة الحالية من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر. وبهذه النتيجة يتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة 5 برصيد 4 نقاط بينما يبقى منتخب كوريا الجنوبية وصيفا في المركز الثاني بنفس الرصيد. نجح 5 لاعبين مصريين في التأهل إلى دور الربع النهائي ببطولة جي بي مورغان للسكواش والتي تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 17 إلى 26 من يناير الحالي بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190,000 دولار للرجال ومثلها للسيدات وهو ما يجعلها بفئة البطولات البلاتينيو. وتأهل كل من علي فرج وطارق مؤمن ونور الشربيني وهانيا الحمامي وفيروز أبو الخير للدور ربع النهائي. وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني والبيروفي دييغو إلياس لقب البطولة على النسخة الماضية والتي أقيمت في شهر يناير من عام 2023. ختام أخبارنا الرياضية.